معنا رئيس الجمعية والرياضي والمدرب في نفس الوقت. جمعية الجوارح الرياضية جمعية مختصة في الرياضات الفردية خاصة شو اسمه رياضة كونغ فو وعندنا الكيك بوكسينغ وعندنا البوكس انجليز وعندنا الجيمناستيك. عندكم الايامات الجاية تحدي، عندكم مشاركة دولية نجم نقولوا في الجزائر ولا في المغرب؟ والله عندنا مشاركة في الجزائر العاصمة من 1 جويلة حتى 5 جويلة، الدورة هذه دورة دولية بين النوادي. جاتنا انفيتاسيون من الجمعية اللي موجودة غاديك في الجزائر، هي اللي باش تعمل اللعبة هذه. اسم الجمعية؟ جمعية الآفاق خريسية، هي اللي منظمة الدورة هذه، وجانا استدعاء رسمي، وان شاء الله معناها نهزوا وليدات وبنات ان شاء الله يكونوا حاضرين البريود هذه. لكن عندنا مشكله هي انها ما نعرفوش قداش تكلف لنا السفره بين ترانسبور ومبيت ومشاركه وماكله وكل شيء. نحاولوا معناها باش نراسلوا المندوبيه، نراسلوا المعتمدين، نشوفوا شكون يدعمنا شوي. فماش ما على الاقل واحد شو مريض يشتري؟ والله حاليا في ان شاء الله 15 لاعب ولاعبه من كامل الاصناف العمريه، معناها عندنا اداني اصغر اوسط اكابر. ان شاء الله معناها يعملوا ريزلتا باهي، هذيك الفائده، ويرفعوا علم تونس، خاطر احنا باش نشاركوا باسم البلاد هذه مش باسم جمعيتنا كهو. يعني كي نطلعوا لبرا راهو اي مشارك من اي اختصاص راهو كي يخرج لبرا يخرج معناها باسم البلاد وباسم العلم نتاعو، راهو مش معناها باسم جمعيته. جمعيه صحيح المرتبه الثانيه، لكن البلاد هي ديما المرتبه الاولى. وديجا خرجنا قبل لعبنا في روسيا وجبنا بطوله العالم من روسيا 2017. لعبنا جمعيتكم؟ اي خرجنا بجمعيه الجوارح الرياضيه، خرجنا لعبنا في مدينه دومباي في جنوب روسيا، وتوجنا وجبنا ميداي دور، هزينا بنيه ساعتها خاطر الامكانيات ضعيفه برشا، وتكلفت السفره غاليه روسيا البي والطياره، زوز طيب انا زوز خذينا الطياره لتركيا، ومن تركيا زاد بدلنا مطاريخ الروسي، معناها تعبنا شوي في التنقل والمبيت غادي وبرشا مصر. اليوم اخترت انك تختار 15 واحد، اكيد حبيت ازيد عدد باش حتى باش طريقه لتشجيع عليهم، مش ديما تجي فرص كما هكا يشاركوا في دورات. هي الجزائر تسمى قريبه مثلا بارابور برشا بلدان اخرى، تسمى اعتبرها في تونس تحس روحك في بلادك. الجزائريين باهين برشا خاطر لعبنا مع برشا معنا مع بعضنا برشا مرات، فهمتني؟ ديجا اخر مره نظمت الجامعه التونسيه معناها الاتحاد العربي بطوله عربيه، فهمتني؟ في الحمامات، وشاركنا احنا بوليد وجاب مرتبه اولى على الصعيد العربي، وجاوا الجزائريه معنا وفرحنا بهم والحمد لله. معناها باش تكون عندك برشا مشاكل بليتو تمكن الاقامه والسفر والمؤونة نتاعهم التغذية نتاعهم توا فترة الإقامة أبري لازمك ميزانية قداش تعود باش تزهر؟ والله هي حسابيا التلميذ معناها تتكلف ما بين مشي ومصروف ومشاركة وتنقل وكل شيء في حوالي في 500 دينار الفرد الواحد، فهمتني؟ إن شاء الله تطلع أقل، معناها احنا باش نتحايلوا على الوضع كما هو، معناها نحاولوا بقل تكاليف نحاولوا منها الإقامة عليهم. والله كل شيء علينا احنا، كل شيء علينا، هما بعثوا لنا المراسلة، بعثوا لنا واحد قال لك فما تكاليف الإقامة كذا كذا كذا، كل شيء كان طارت ماكلة مش هما كل شيء علينا احنا. حتى المبيت فيها يظل لي فطور الصباح كهو، من بعد تفطر على حسابك انت في نصف النهار وفي الليل ماشيين ومانيش عارفين معناها تحدي. وانت ماشي وماكش عارف معاك صغار ولازم معانا صغار، وفما ممكن بعض الاولياء يحبوا يمشوا مع اولادهم زاده، ما لازم يدفعوهم اكيد يدفع مشيتوا على كي يكون ولده صغير لازم يمشي معاه، اي يحب يمشي مع ولده، مع اول هذا يهز له معنويات، وثاني حاجه يبدا بجنبه يسحقش حاجه ولا حاجه. احنا مش نحاولوا معناها بقل تكاليف اللي تكلفنا وكه، وان شاء الله معناها تكون مشاركه. كي تكون في رياضه كي نحكيو على احتراف على اعلى مستوى صعب جدا نحكيو على شيء يهزوا عائلاتهم، لكن بما انهم لهنا رياضات فرديه ومع الجزائر ودوره كما هكا به انه الاولياش يكونوا مرافقين لصغارهم خاصه الصغار باش يشجعوهم، وفي نفس الوقت يكونوا وباش معناها على الاقل شي يكونوا لهم داعم معناها، وباش وينجموا زاد يعاونوك انت كمام حتى في التاطير. هي صحيح هي دوله ما غير فيزا راهي سهله الخرجه، معناها ما تعبوش برشا في الاوراق، خاطر مش كيما باش تخرج لفرنسا ولا ايطاليا، البارون صعيب ياسر باش يعطوه الفيزا، فهمني؟ يعطوا كان اللاعب وخاطر بحكم هو تحت رقابه الجمعيه وتحت رئيس الجمعيه، اما البارون صعيب ما يخرجش
خاطر يخاف يقول لك يمشي بارون يقعد غادي ولا حاجه، عندهم حق. اما بالنسبه لهنا مش باش يقعد زي ما عنده قاعد اش يعمل غاديك مش يروح من هي يمشي في شو نقول لك حاجه، انت تو قاعد تعمل في دوره باش تلم الفلوس باش تمشي وزاره الشباب والرياضه وش تمشي بالضبط؟ والله يا مش نمشي نصب مطلة في وزاره الشباب والرياضه، مش نصب كذلك في المعتمديه تاع باب السويقه، هذوما هما اللي بحث. والجامعه نتاعكم عليه؟ لا الجامعه امور هذه ما تعاونش فيها، لا الجامعه كلها لا جميل لافي انها نهار عاونت حتى دينار. الجامعه هي بدها تلقى شكون يعاونها، فهمتني؟ هي بدها ميزانيتها محدوده، فهمتني؟ جربت قبل مشيت لهم؟ ما نمشي لهم مش خاطر هما ديجا قالوها الكلام هذا، ما غير ما تجي مع كيف ما هم يدعموش هما الجمعيات فلوس، وما اول ما عمري ما سمعت بها الحكايه. الجمعيات دعم في الجامعات الكل راهو مش جمعيات كبار لمحاله في بعض المناسبات، فما جمعيات كبار 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 على الاخ وفوت دعموهم خاطر كثره ما ديونهم مثلا. ممكن ما احنا في الالعاب الفرديه صعيب ياسر، راهو بالعكس هما ياخذوا من عندك مش باش يعاونوك. هذيك الاشكاليه رياضه فرديه صعيب ياسر، يقول لك هذا مش يجيب لي معناها شنو قيمه الميداي اللي يجيب. لا بالعكس هي الميداي هذيك والمشاركه هذيك راهي فيها برشا حاجات. اول حاجه عملته انت كونك التلميذ هذاك بعدته على الشارع، راهو برشا عباد تتسازى بها الحكايه. انتم تبارك الله في الشارع يومين تشوفوا في الاحداث، تشوفوا الواحد صغير 7 سنين 8 سنين حاجه كبيره عامل كارثه في الشارع. انت كي عيطت له يترانا واثرته وهزته يلعب لبرا، هو ديجا حافز روحه ونفس الوقت باش يشجع برشا صغار في عمره هو باش يبعدوا على المخاطر هذه تاع الشارع، وعلاش لا يولي بطل ويتعدى يولي احترام. عندك تو الاسامي ذكرني ببعض الاسامي اللي عندهم ينجم يكونوا عندهم ريزلتا على النيفو الانترناسيونال. والله عندي برشا صغار باهيين مازالوا صغيرات، عندي مثلا كيما اي ابو عجله صغيره 2011 هذا بريمير بلاس على الصعيد الوطني السنه، عندي شيماء برضان كيف زاد هذا بطوله وطنيه، عندي مريم مطماطي كيف زاد هذا بريمير، عندي ارج المهداوي كذا كذا. اغلبيتهم بناتهم؟ اي بنات لك ذري خاطر الاولاد. عندي ياسين الدريدي هز بريمير بلاز وهز البطوله العربيه. عندي برشا صغيرات في فما ناطروا فيهم فما نقدم شوي. عندنا زاد بنيه اسمها فاطمه الويتي زاد باهي زاد شاركت معانا وهز بريمير بلاز برشا مرات. شوفك ديما وحدك تجري، ديما تحاول باش توفر شويه للاعتمادات على تونيات على الماكله نتاعهم، تجري وحدك نحس. والله اسمعني انا رئاسه الجمعيه كي خذيتها عن الحب وعن مسؤوليه، مش معناها ما اخذ رئاسه الجمعيه باش نقعد في البيرو. الاعضاء اللي معايا بطبيعتهم متطوعين، احنا كلنا متطوعين، لكن هم بحكم يخدموا ما نحبش قلق حتى واحد انا، وانا بحكم انا سبورتيف وانترونير في نفس الوقت في الميدان هذا، يعني نعرف البلايص ونعرف الوحدات الكل، ما نحب نعطل حتى واحد، ما نحبش نقلق حتى بشر، يعني نخدم وحدي وكهو من الاخر، معناها حاتك عضو لا قلقك لا تقلقني، فهمتني؟ كان فما اجتماع فما حاجه فما جلسه تقييميه فما اجابه حذايا ابار سا اجور نخدم وحدي. بون شونس. بون شونس عايشكم.